السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب صف السادس الإعدادي الأحبة الكرام، أعلنت اليوم وزارة التربية عن فتح لاستمارة الاعتراضات اعتبارا من اليوم 18/2020 ولمدة 7 أيام على نتائج السادس الإعدادي الدور الأول، ليتسنى للطلبة غير المقتنعين بدرجاتهم لبعض المواد أو جميعها الاعتراض عليها، علما أن الاستمارة تم توزيعها على مديريات كافة ليتم تعميمها على المدارس خلال هذه الفترة. الملاحظ أن الاستمارة الاعتراض تكون على إعادة تدقيق درجات الدفتر الامتحاني فقط، وليست فتح الدفتر وإعادة تصحيحه مرة ثانية. لذا نهيب الطلبة بأي طالب غير مقتنع بدرجته التي أتت أمس أثناء توزيع الدرجات عليه بالذهاب إلى المدرسة اليوم أو السبت لغرض ملء الاستمارة والاعتراض وانتظار نتيجة الاعتراض، وأعتقد أن نتيجة الاعتراض سوف تظهر قبل الموعد المحدد لنتائج الدور الثاني. وشكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.